يا فارسني! عايزك تسمعني كويس يا عمر، الايد السابقانه كسبانه، عشان كده عايزك بسرعه وفي اقرب وقت تقعد مع سكان العماره بتاعتكم. هيحصل ان شاء الله يا حبيبتي. بس عايزه اقول لك حاجه، عايزك وانت قاعد معاهم تكون ذكي وواعي قوي، يعني تشتري ما تبيعش، وتحاول تقنعهم انهم يسيبوا الشقق باقل سعر عشان نفضي العماره بسرعه ونهدها ونبيع الارض. ما تقلقيش، كل يوم ولا يومين واقعد معاهم ويحصل كل اللي انت عايزاه ان شاء الله. بجد يا عمر ربنا ما يحرمنيش منك. وما يحرمنيش منك يا احلى لولا في الدنيا. فين اعلام الوراثه يا منير؟ ما عملتوش حد دلوقتي ليه؟ انتي عاوزة اعلام الوراثة ليه؟ عشان ورث معتز. انسي. يعني ايه انسي؟ مش فاهم. معتز الله يرحمه ملوش في الورث. يا راجل حتى الورث عايز تقسمه على مزاجك. انا مش بقسمه، ده شرع ربنا. وشرع ربنا بيقولك ما تورثش اخوك؟ واضح انك انتي ما قريتيش كويس في الشريعة. انا بقى هفهمك، معتز الله يرحمه مات قبل ما يموت بابا، بالتالي معتز مالوش ورث لانه مات قبل بابا. مين اللي يورث بقى دلوقتي؟ ولاده اللي عايشين، اللي هما انا واختي. ربنا يخلينا لبعض. مستحيل الكلام ده، مش ممكن يبقى مظبوط. لو مش مصدقاني عندك دار الافتاء، ممكن تروحي وتسالي. ما كنتش اتصور ان سفرتك دي ممكن توصلك انك تستفيد من الموت. في حاجتين كمان عاوز اقولهم لك قبل ما تمشي. أؤمر. في إيصال صغير كده على معتز الله يرحمه ويحسن إليه، كتبه على نفسه ب25,000 جنيه، لازم تدفعيهم، ولو ما دفعتهمش هوديهم المحكمة. كمان؟ ده غير بيت الحلمية اللي ورثه معتز من أمه، لينا نصيب فيه ومش هتنزل عنه أبدا، وده شرع ربنا. ربنا؟ هو أنت تعرف ربنا؟ بقولك إيه يا منير، أنا زهقت منك ومن هنا ورايح بيني وبينك المحكمة. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. المخازن قربت تفضى، وعمك علام عايزك تكلم له الناس اللي بره عشان تجيب له بضاعه لحسابه. الله عشت وشفت، عمي علام وعياله بتجروا في السلم.